ينضج عن الكائدة كل هذه الطعنات ونسكر بلسانك صوت نقط لا يموت. من يرد عنك إذا كل هذه الطعنات ويسكر بلسانك صوت نقط لا يموت. هذا ما قاله صلاح تسريح في مصر أندلس. وفضلت أن أبدأ بقصيدة أو بنص شعري هي الأستاذ صلاح. خير ما يتقدم به الشاعر هو الشعر. عندما نقول صباح مصريف فإننا في حضرة شاعر حمل الهمة الشعرية المغربي منذ زمانات القرن المنصرم. هذا الحمل كان عبارة عن مشروع شعري قائم على دعارتين: الإبداع والمساهلة النقدية. الشاعر عند صباح مصريف وعي بالكتابة وخروج إلى جمالية النص الشعري. هذا الوعي اقتضى أن يقوم صباح مصريف بإعادة قراءة المتن الصوفي والتاريخي والفلسفي كي يشكل منه وعيا شعريا، كي يشكل منه مشروعه الشعري من خلال البحث المتجدد والمستمر في اللغة واستقصائها، من خلال القراءة التي تتجدد باستمرار للموروثات القديمة، وأيضا من خلال إلغاء الحد والإيمان بالتجاوز، الإيمان بتجاوز ما تنتجه الذاكرة الشعرية. لذلك فإن فعل كتابة الواعي عند صلاح تسريح وهو في طريق تحقيقه واجبت هذا الفعل مجموعة من الرموز الصوفية والتاريخية والفلسفية مثل جلال الدين الرومي، شمس التبريزي، فريد الدين العطار، جلجاميش. هذه الرموز نجدها بدأت مع صلاح تسريح فاكهة الليل أو جوزمان الشعري إلى أن وصلنا إلى هذا كما يرى. والآن نحن ننتظر الشعر وهو يسال عن الموروث القديم. كان غرضه استنضاف تشكيلة روحية وفكرية ومعرفية من أجل تشكيلة زاوية جميلة. وعندما نتكلم عن هذه الحقول التي ذكرناها، الحقول الفكرية والمعرفية، فإننا نجد أن مثلا شخصية جلال الدين الرومي صاحبت شاعرنا فاكهة الليل، وربما كانت هي شخصية بطلة من صحة تعبيرية هذا الكلام في آرائه. بيت الناهل شعرنا ينفتح على تجربة شعرية مبتكرة وعلى تجربة شعرية مبتكرة. كما قلنا في البداية فإن المشروع الشعري عند صباح مصريف قام على دعامتين: دعامة الإبداع ودعامة المساءلة النقدية. فهذه المساءلة النقدية جعلت الشاعر يخوض في باب النقد الشعري، فكانت مجموعة من الكتب النقدية التي يمكن الارتكاب إليها بخدمة من أجل حتى تطوع التجربة الشعرية المغربية الحداثية. وطبعا لابد أن نعرج على تطبيق الشعر فيديوغرافيا. فصلاح تسريح من ضمائر مدينة الدار البيضاء، حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية والأدبية، درس
شاميش يذهب يتكلم بأراضي خصال ما. أما إصدارات النقدية فيمكن أن نذكر منها مضايق الشعر، مقدمات النظائر البسيطة، المغايرة والاختلاف في الشعر المغربي المعاصر، تخاف المعنى، نداء الشعر، بيت الحداثة والتقليد، الشعر وأفق الكتابة، المثقف المغربي بين رهان المعرفة ورهان السلطة، حداثة الكتابة للشعر المغربي المعاصر، وإلى آخره طويلة. أستاذ صلاح مرحبا. وليس قبل هذا التاريخ، والنصوص المؤرخة بهذا التاريخ كلها بدأت في علم
الوسوع نحوه. لذلك قلت في كتاب المغايرة والخشيدات إن هذا الجيل جيل يعني لا تستغربوا من أن يكون الجيل الذي أتى فيما بعد هو الذي أمطر في الجيل الذي قبله وليس العكس. ولكن الظاهرة الغريبة والمثيرة هو نحن كجيل الثمانينات كتبنا عن جيل السبعينيات وعن جيل الستينيات، ولا أحد من جيل الستينيات ولا من جيل السبعينيات كتب عنها إلى اليوم. يعني يمكن هذه مفارقة عجيبة جدا، لماذا؟ لأن هذا الجيل خصوصا جيل السبعينيات لم يمكن أن يتنازل عن سلطة وهمية ما جرت موجودة في ذهنه هي أننا نحن الشعراء وأنتم لم ترقوا إلى مرتبة الشعر. الأمور اليوم تغيرت، أن اليوم الشعر المغربي فيه فسيفسان جد مركبة. حين أسأل عن ماذا يمكن أن تقول عن الشعر المغربي اليوم، أقول إنه فسيفسان حالة الزليش لأمامك الآن، لا أستطيع أن أفصل أي قطعة عن الأخرى، لأن إذا زودت قطعة واحدة تيبان خلل داخل الفسيفساء. صحيح أن الفسيفساء مشوشة، ولكن له الدم مع التراكم الكمي سيظهر التراكم النوعي في هذه التجربة. حين سبيت تجربة الثمانينات تجربة المغايرة والاختلاف، فأشرت إلى أننا اختلفنا عن جيل السبعينيات والستينيات في كون أننا أصبحنا نتكلم عن جزئيات وتفاصيل أشياء صغيرة ودقيقة لا علاقة لها لا بالسياسة ولا بالإيديولوجيا. أصبحنا نتحدث عن الماء وعن الحجر وعن الطبيعة وعن الجرح الداخلي في ذواتنا وعن التصدع والتشتت والتشقق الذي نعانيه، لأننا آنذاك كنا جيل شتات. وسميتها جيل الشتات. لماذا؟ لأن جيل الشتات لأننا لم ندرس داخل نفس الجامعة بحال جيل السبعينيات. لاحظوا واحد المسألة عجيبة جدا، جيل السبعينيات أساتذتهم جيل الستينيات، درسوا عند الجاطي في نهار الهلاس وعند خمار القنوني، يعني هذو كانوا أساتذة هم الذين درسوا جيل السبعينيات، وجيل السبعينيات بكاملهم درسوا في نهار الهلاس. نحن وجدنا الجامعة تشتتت وحضرنا لآخر سنوات انهيار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ودخول الأوركس إلى الجامعات. فمنا من كان يدرس في فاس وفي مراكش وفي الدار البيضاء وفي مكناس وتشتبنا ووجد، وأيضا جيل الثمانينيات في شعراء جاءوا من كلية قانون الحقوق، شعراء إنجليزية مصطفى فهمي كما أشار أحد الأساتذة، إنجليزية شعراء جاءوا من فرنسية، شعراء جاءوا، يعني لم نأتي كلنا من كلية الآداب، القاعدة انتفت. إذن هذه من خصوصيات هذا الجيل أنه جيل شتات، وهذا الشتات أفادنا في أن نكتب بحرية. مثلا نحن البركات شخص تمرد على الجامعة لم يكمل دراسته وتوقف عن الدراسة في كلية الآداب وذهب ليشتغل في الصحافة في جريدة البيان، مات وهو صحفي في جريدة البيان، وكان يكتب بحرية مطلقة وبالرؤية التي تبدو له. وبدأنا آنذاك نحقق نوع من الانتصار الجزئي، خصوصا حين تبنى محمد إدريس نص شعري لمحمد بركات ونشره في مجلة الثقافة المغربية. هنا بدأنا نعتبر بأن بدأ الانتباه إلى أن هذا الجيل قادم ويمكنه أن يبني معرفته الشعرية. وبالتالي فنحن مثلا الوقت الذي كان الأصدقاء يدرسون هنا في المغرب، أنا كنت أدرس في العراق، أنا كنت أدرس تاريخ قديم في جامعة كلية الآداب في بغداد، وكنت من هنا أتابع ما يجري هنا في المغرب. سنة 1981 حين حدثت المظاهرات في مدينة الدار البيضاء أنا كنت في العراق، وكنت أتألم لماذا لست موجودا في الشارع المغربي، لماذا؟ لأن هذه المظاهرات كانت تجري في منطقة شارع حماة الذي كان هو الذي كنت أقيم فيه قبل أن أغادر إلى العراق. ورغم ذلك أنا سعيد شخصيا أن كانت لي علاقة سابقة بالسيحي الجابي، بالسيحي خمار بن نوني، بمحمد بن نيس، بعبد الله راجل،
وعمار الريح بالمناسبة هو الشاعر الذي ظل يظهر في اتجاه أطباع الديوان الأول اللي هو فاكهة ليل، لدرجة أنه في القراءات الشعرية كنت سأقرأ أنا وحمد شومري رحمه الله وعبد الراجع في مدينة الرياض في قراءة شعرية بعد الإفطار في رمضان، فقال لي أين الديوان؟ قلت له ما زادش في الوقت، الديوان بعته 1954، فقال لي حتى السيرتي تقول لي انشر ديوانك فأنا أجسه لك. وبالفعل بعد ذلك بشهر طبعت ديواني على نفقتي اللي هو فاكهة الليل، وهذا كان مقدمة لأن يبدأ هذا الجيل في انتباه إلى أنه ينبغي أن يشتغل على النص ليس على اسم. وفي جريدة أنوار كنت كتبت مقالا سميته الشخص النص لا الشخص، وهذا مبدا اؤمن به اليوم حين اقرا رسالوش صديق ديالي وبين بينه علاقه جميله منذ زمن بعيد، ولكن حين اقرا النص ولا انتبه الى العلاقه التي ترتبط بالانسان تنقل داخل النص اين يمكن ان اجد رسالوش فيما اعرفه عنه، واين يمكن ان اجد مثلا مصطفى فهمي، واين يمكن ان اجد اي شاعر في فلسطين. علينا ان ننتبه الى ان النصوص هي الاهم في قراءه الشعر المغربي وليس الاشخاص، لدرجه ان اليوم مثلا سعيد يوسف ينشر نص شعري لا قيمه له شعريا، نصوص الاشخاص المسلمون خاصه لا قيمه شعريه، وابكته في كتاب الشفاهي والكتابي في دراسه عن سعيد يوسف. ورغم ذلك اسم سعيد يوسف حين يبرز الكل ينسى النص ويذهب الى الشخص. علينا ان نزيد اننا شجره الاشخاص لننتبه الى الغابه التي تخفيها الشجره. كيف يعلم ان اول مهرجان عالمي للشعر اقمناه في مدينه الدار البيضاء وزوجتي حاضره معي هنا، كنت انا ومحمد بن نيس وتأتي بين الفينة والأخرى حفصة بكر المراني مديرية الثقافة في الدار البيضاء في فرنسا. يعني كل الشعراء حتى في المغرب من الجاطي من نيس وغيره، نيس استني كتابا له مهم لم يعيد كتابة عمل آخر، وهو رأى بها الذي كان استوحى فيه سيرته الذاتية من خلال فاس، واستطاع أن يحضر أصوات أخرى غير الصوت الذاتي الفردي يخرج من الغنائية إلى نوع من التصاعدي مع أصوات في تاريخها وفي مداها الثقافي والحضاري في مدينة فاس. مشكلة الشعر العربي في الأردن هي مشكلة أننا لم نخرج من الصوت الواحد في النص الشعري، دائما الشاعر هو المتكلم والنص ينتهي بأن هذا الشخص هو الذي يتكلم، يعني بين مزدوجتين واحد النوع من التوتاليتارية الاستبداد ديال الذات المتكلمة التي تتكلم لوحدها ولا تتيح للآخرين أن يقاسموا الكلام أو يدخلوا معها في الحوار أو يشاطروا على الكلام. هذا مشكل يعود إلى الشعر العربي منذ بدايته، ظل يعني نشأ غنائيا وبقي غنائيا باستثناء مع استثناءات عند عمر بن ربيعه وعند بعض الشعراء القلائل الذين ادخلوا اصوات اخرى غير صوت الشاعر الواحد باستعمال صيغه قال قلت قال قلت بوجود حوار داخل هذه النصوص. اليوم هل الغنائيه قدر الشعر العربي؟ الغنائيه ليست قدر الشعر العربي، لماذا؟ لاننا اليوم نعيش في زمن مأساوي للدرجة الأولى، زمن الحروب، زمن التقاتل، زمن الدم، زمن الدمار، زمن يعني، وبالتالي نعيش في المدينة، المدينة فيها تشابكات وتعقدات وارتباكات إلى درجة أنها أصبحت داخل المدينة الوحيدة هناك مدن وليست مدينة واحدة. هل في ظل هذه التعقيدات وهذه التشابكات ما زالت القصيدة الغنائية
قصيدة في الغناء لا تنصبر تحتاج إلى قصيدة صالحة لأن تجعلنا نتكلم لوحدنا دون أن نستضيف أصوات أخرى لنتقاطع معها. هذا ما نهج إليه منذ حامل المئات. بدأ أن تتعدد أصوات داخل النص وبدأ أن يعني تجدين الصوت، تجدين الحوار، تجدين كذلك الاسترجاع، تجدين الإحالة على شعراء آخرين وعلى كتابات أخرى وعلى أصوات أخرى بعيدة في الزمن وفي المكان. وكذلك هذا ما حدث في شوفياتي بأجزائه الثلاثة، وكذلك في كتاب رفعت كالجامش الذي فيه بناء هندسي جد معقد في أصوات متداخلة. ونفس الشيء بالنسبة لي أنا أتكلم لي أراق، وهو نفس الشيء الذي أشتغل عليه الآن في أنا أسمي الكتاب بمثال هوميروس نكاية في الآلهة. هذا هو العنوان، مثال هوميروس نكاية في الآلهة، لأن هذا هوميروس اللي كيجي في الأسطورة بأنه أعمى. كيفاش يمكن لواحد يكون أعمى ويكون شاف يعني الأشياء التي يتحدث عنها كلها مرئية ترى بالعين؟ هذه تغرف في الصلب عند هوميروس في الحكاية عن هوميروس. فالبناء يتطلب أن يكون تكون هناك أصوات متحاربة متقاطعة تتشضى تتشقق تتصدع تلتقي تفترق. يعني نص الشعر اليوم أصبح يقتضي منا أن نسمو بالشعر إلى أفقه الإنساني لما بداش مع الأوديسة والإليادة الذي بدأ مع ملحمة جلجامش التي لا يعرف من قالها أو من كتبها. ليس لها بزاف الناس يعتقدوا بلقامش هو الشاعر، في حين ان ملحمة بلقامش ليس بحال الف ليلة وليلة، ما عندهاش تحليف. لاحظوا روعة النص انه نص كوني بدون مؤلف، ونص ملحمي بدون مؤلف، ونص فلسفي بامتياز، لان ما كانش التفكير الفلسفي انذاك، كان التفكير اسطوري. وهذا التفكير الأسطوري كان مقدمة لبداية التفكير الفلسفي، لأن مشكلة جلجامش الأساسية هي ماذا؟ هي لماذا خلقت لأموت؟ لماذا أعيش أبدا الآلهة؟ لذلك ذهب إلى الدلمون عند أظن بشر اللي هو أعطته الآلهة الخلود، لأنه الوحيد الذي نجا فوق السفينة اللي بناها وربها إلى أرض دلمون مع زوجته، وخدم الحيوانات إثنان وكذا. لما تقرأوا ملحمة جلجامش يعني الواحد كيبدا يحس بأن شنو هذا؟ اللي ما انتبهش يقول لك راه جلجامش خدوا من التوراة ومن القرآن، لأن التوراة هي أول نص خدم جلجامش. فمشكلة الأبد هي أنه تساءل ودخل في مجابهة مع الآلهة، لماذا لا أتمتع بنفس امتياز الآلهة وأطرحه إلى الآلهة؟ طبعاً فيما بعد سينتهي بأن الأزل ديال الإنسان هو السور الذي بناه حول المدينة كان سوراً منيعاً. قال هذاك النوتي الذي أتى به معه اصعد فوق هذا السور وقل لي كيف ترى متانته؟ قال له إنه سور قوي لا يستطيع أن يخترق ولا جند ولا جند. الثاني من الستينيات. وطبعاً ما نشرناه آنذاك هي نصوص كانت متأثرة بجيل السبعينيات من حيث المنحى الإيديولوجي. لماذا؟ لأن هذه المرحلة كما نعرف جميعاً كانت مرحلة صعبة قاسية، وكانت مرحلة فيها مواجهة بين النظام وبين اليسار المغربي. الأحزاب السياسية آنذاك والجرائم التي كانت تصدر آنذاك كلها كانت جرائم، إما جرائم أحزاب سياسية تمثل اليسار، وإما جرائم تمثل اليمين، وإما جرائم تمثل الدولة. فكانت أقوى جريدة تمثل آنذاك اليسار المغربي، يعني لا تمثل كل اليسار، كان اليسار الذي لا يختلف تماما مع الاتحاد الاشتراكي. فجريدة الاتحاد الاشتراكي معناها كان يسار يعني موجود في الساحة. وطبعا يسار بين مزوجتين رسمي
وشيء. هناك أشياء، كان هناك اختيارات أخرى لليسار التي كانت تشتغل في الحفلات وكانت تبنيها ومصورها وكانت. فجريدة المحرر التي كانت تمثل الجهة الاشتراكية آنذاك كانت هي النافذة الواجهة الوحيدة التي احتاج فيها حزب الجهة الاشتراكية مثلا إلى الشعراء، لأن الشعر كان وسيلة من وسائل المواجهة والمجادلة. الشعر كان وسيلة لمواجهة النظام، وبالتالي فكانت القراءة الشعرية تقام في كلية الأدب في دار المهرس بفاس، وفي كلية الأدب بالرباط، وفي يعني الكليات كانت محدودة، يعني كان دار المهرس بالرباط شعر الأدب والعلوم الإنسانية، وكذلك في الرباط عندما كانت الشعر مجموعة من الكليات التي سيتم تشتيتها فيها في مدام. كانت تقام قراءات شعرية، هذه القراءات الشعرية كلها كانت أساسا صراعاً وجراء وخطاب سياسي، وهذا الشيء يمكن أن نعود إليه في النصوص في حد ذاتها. لذلك عندما درس أحمد فينيس شعر الستينيات قال بأن هذا الشعر تحكم بنية السقوط والانتقام، يعني يحدث سقوط في المواجهة